أعتقد أن هناك انطباع لدى المجتمع الدولي بأن في النهاية وضع قضية المفاوضات من أجل تأمين ممرات إنسانية فقط للجانب الأوكراني، المفاوضين الأوكرانيين المفاوضين الروس، لم يؤدي إلى نتيجة إيجابية رغم تعدد المفاوضات التي ستصل إلى جولة ثالثة. ولذلك هناك دعم كبير من قبل فرنسا لقضية الممرات الإنسانية، خاصة أن فرنسا هي أصلا لديها مشروع قرار أممي. ثم كذلك أعتقد دخول رئيس تركي وحتى رئيس الوزراء الإسرائيلي، أي أن هناك لأول مرة يعني هذه المفاوضات الثنائية بين أوكرانيا وروسيا ستأخذ طابع دولي. وأنا أعتقد أنه ما ينقص هذه المفاوضات التي صحيح هي بريق أمل والقضية الإنسانية مهمة جدا، ما ينقصها هي بعض الضمانات من قبل بعض الدول التي لديها علاقة جيدة وعلاقة متوازنة مع أوكرانيا ومع روسيا. هذا هو المنتظر، يعني دفع على الأقل الجولة الثالثة من المحادثات حول قضية الممرات الإنسانية وكذلك وقف إطلاق النار في لإعطاء فرصة لإجلاء الجرحى والذين يريدون أن يغادرون.